المقابلة أو المباراة بين الفريقين الوفاق الذي يفتش عن المركز الثالث في البطولة الوطنية، مطالب بأن يلعب بالهجومات الخطيرة والمعاكسة، مطالب بسجل الأهداف اليوم أمام فريق اتحاد البليدة العازم. أهداف دون مقابل للوفاق. الكرة خرجت ضربة مرمى. إذا نذكر هذا كنيفي الزبير على الصورة، رقم 8 في تشكيلة الوفاق، ثلاثي التحكيم السيد جاب الله تواتي، قراي مزاري وكورت بكير بن عودة لإدارة هذه المباراة بين الفريقين. التغيير الأول بالنسبة لفريق اتحاد البليدة في الشوط الأول، دخول اضطرار لجالو السمير في مكان المدافع خنيفسي. خنيفسي اللي كان تلقى بطاقة صفراء، ولا تغيير لحد الآن في تشكيلة وضعية تسلل. كرة الحكم المساعد سيد قراي مزاري ضد هجوم أو عناصر هجوم فريق الوفاق، المطالب باللعب أكثر في الهجوم. يعاني الوفاق من خلل في الدفاع، خاصة في غياب بعض العناصر الأساسية، في غياب خاصة بندريس المدافع القوي، وكذلك الإخوة مضوي خير الدين، وكذلك منير معوش كمان مسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية كانت الكرة لمست زبير قنيفي، انحرفت اتجاه الكرة وراحت مباشرة واستقرت في حارس مرمى كبابي. إذن هدفين مقابل هدف واحد فوق ملعب مصطفى تشاكر، وزميت خطأ لصالح الوفاق ولي بالهامل رقم 16 في تشكيلة الوفاق ليدخل في الشوط الثاني. هذا اللاعب بكرار منير، والكرة إلى ضربة مرمى لصالح اتحاد البليدة. فلاحي فارس يسجل هدف التعادل في الدقيقة 26 بعد ما سجل درالي ضربة الجزاء. طويلة الكرة أمامية، ليبل الهامل، الهامل البحث عن المساندة لبكرار اللاعب البديل الشوط الثاني. بكرار كرة موزعة والحارس صمادي. كرة لزميت، زميت باداش ثم زميت مرة أخرى، البحث عن المهداوي. مهداوي محاولة المراوغة الاحتفاظ بالكرة، المضايقة من المدافع، يرجع الكرة لزميت، المحاولة لتوزيع الكرة للقائم الثاني لبلال الزواني، ثم الدفاع يبعد الكرة من أمام بن حليمة. تفوق لإسعد مرحلي وللوفاق، وانطلاقة إلى الكرة في العمق وخروج لاعب كرة طويلة بالرأس عباشة ثم بكرار قنيفي زبير، العبة مع عباشة، عباشة من هناك الكرة هيلة لفلاحي فارس، هيلة كرة أرضية وجانبية على مرمى الحارس صمادي محمد، لعبة ثلاثية جميلة من فلاحي فارس، آخر من مس الكرة وسدد. بكرار نذكر انه اخذ مكان عمران رشيد رقم 27 مهاجم الوفاق، بالرأس يتفوق معوش ثم زميت، رزقي عمروش يغير الاتجاه من هناك لطال مقطوعة من عباسي ثم محفوظي. محفوظي خطأ، دقيقة 50 والنتيجة ما زالت على حال هدفين مقابل هدف واحد. نتيجة مسجلة في الشوط الأول، درالي يبعد الكرة لباداش ثم زميت، زميت لطال، ف
طالبة داش الكرة للدفاع ولجنيفي يلعب في غير مكانه. جنيفي لاعب وسط الميدان اليوم يلعب كمدافع. والكرة لجلال أباشا في محاولة تسديد، الكرة جانبية. يلعب بأكبر عدد ممكن من العناصر في الهجوم وفاق سطيف الآن مع بداية الشوط الثاني. جلال عباشا لسدد كرة بعيدة عن إطار مرمى الحارس صمادي محمد. كل شيء ملائم لإجراء مباراة في كرة القدم لحساب البطولة الوطنية جولة 28 لبطولة القسم الوطني الأول هنا في البوليدة فوق ملعب مصطفى شكر. كرة لعباسي لمحفوظي، متابعة من مهداوي، مخالفة لصالح الوفاق. بعد هذه اللقطة المهم مخالفة لوفاق سطيف وعدد كبير داخل ضربة الجزاء ملعوبة الكرة وصمادي. خروج موفق لهذه الكرة طويلة، تغطية من جنيفي، البحث عن روان بن حليمة. زميت لزواني، زواني بلال، زواني ينطلق ويراوغ، ويراوغ أولى ثم تغطية من جنيفي إلى ركنية لصالح اتحاد البوليدة. في الزبير على الشاشة رقم 8 كان سجل الهدف الثاني بمساعدة كنيفي، واللي حب يقطع الكرة بالقدم، الكرة انحرفت وراحت لشباك الحارس ثم معوش. الحارس كبابي طويلة من كنيفي للبحث عن بكرار. عباشا، عباشا وبكرار وانطلاقة لوفاق سطيف. ينطلق بكرار متابعة من تسقي عمروش، بكرار محاولة تسديد الكرة والحارس صمادي على مرتين. الكرة الأرضية المباغتة على مرتين الحارس صمادي محمد. ويلا من زميت لزواني بلال، الركنية أول كرة إلى خارج الملعب. ها هي المحاولة لبكرار اللاعب البديل، تسديدة باليمنى الحارس صمادي في المرة الأولى والثانية، كادت تفلت الكرة من أيدي الحارس صمادي. باداش زميت، زميت طال أحمدو، طال أحمدو في محاولة تسديد تضرب بي فلاحي. الشاشة جلال وكرة تمس لأحمد طعم لزميت ثم أحمد يراوغ أحمد وحاولت تلعب الكرة مع مهداوي مقطوعة وخطأ، خطأ من عباسي محمد رضا. لصالح اتحاد البوليدة ولي اللاعب زميت، انطلق طال زميت، الكرة بعيدة وطويلة مباشرة للحارس كبابي توفيق. طويلة لإسعد بورحري ثم بكرار، تدخل موفق لدرالي. باداش زميت غير الاتجاه، البحث عن بن حليمة بالرأس، الكرة إلى خارج الملعب. تمس لزواني بلال، زواني بلال لمعوش ثم معوش، لعبة مع باداش، باداش يراوغ مرة أولى وثانية غير من هناك لأحمد طال. مهداوي، مهداوي زميت مقطوعة وانطلاقة لإسعد بورحلي، البحث من اسعد بورحلي الى فلاحي فارس، فلاحي فارس الانتظار، محاولة رفع الكرة ساقطة ولكن بعيدة عن اطار مرمى الحارس صمادي من فلاحي فارس. معدل النتيجة في الدقيقة 26 بعد هذه الانطلاقة، البحث عن بكرار
يحاول يلعب كرة فوق رأس الحارس صمادي إلى ضربة مرمى. وجمهور متوسط من أنصار الفريقين فوق مدرجات ملعب مصطفى شكر لحضور هذه المباراة لحساب الجولة 28 لبطولة القسم الوطني الأول. تماس بعد كرة من دياب أو بن دياب. كان أنجليسكو وحديث مع محمد حنيشاد. بداية الشوط الثاني دقيقة 56 بن دياب يتفوق لبلهام العمار. غير الاتجاه الكرة لرزق عمروش بالخطأ. بهداوي بهداوي خرج الكرة حتى يتلقى بالهامل لعيد رقم 6 الإسعافات الأولية. حكم يطلب دخول رجال الحماية المدنية. عز الدين رحيم على الصورة يتهيأ رقم 26 في تشكيلة وفاق سطيف. الدين رحيم لاعب سابق لاتحاد الجزائر، لاعب المدلل لاتحاد الجزائر ولانصار اتحاد الجزائر قبل ان يتعرض لاصابه خطيره ثم عاد شيئا فشيئا وينقل العيد باللهامل الى خارج الملعب ليتلقى الاسعافات والعلاج. الكره مره اخرى الى خارج الملعب من محمد او من رضا عباسي. عناصر وفاق سطيف في تهيئة وتسخين العضلات قبل الدخول. طويلة من قالوا لسمير بن حليمة ثم اسعد بورحلي. قالوا مرة أخرى طويلة الكرة البحث عن مهداوي. تغطية دفاعية من ميخالفي. خطأ. الرأي الحكم المساعد كان قريب واعلن مخالفة لوفاق سطيف. طويلة رزقي عمروش خرجها. صراع والعيد بالهامل وخطأ أمام باداش محمد. اللاعب السابق لوفاق سطيف ورزقي عمروش القائد صاحب الخبرة والتجربة ملعوبة مع زميت. زميت أمام البرالي. برالي زميت مرة أخرى نشيط ويطلب الكرات يلعبها من هناك للطال أحمد من خلفي. الكرة للوفاق رجع للخلف. إلى الكرة على الجهة اليسرى لمخلفي. تغطية ما خرجتش الكرة. خرجت ضربت او رمي التماس لصالح الوفاق. الكرة موزعة للقائم الثاني والحارس صمادي. صمادي وبسرعة الى زواني بلال. زواني باتجاه زميت امامه رزقي عمروش. توصل الكرة لرزقي عمروش. رزقي عمروش محاولة لعب الكرة بعيدة إلى الحارس كبابي. الرأس والحكم يصفر. وقف اللعب حتى تتقدم الإسعافات للاعب اتحاد البوليدة. الوقت يمر. دخلنا في الدقيقة 60. النتيجة دائما هدفين مقابل هدف واحد لاتحاد البوليدة أمام وفاق سطيف. عبد الكريم خلفه على الصورة قلق. طبعا النتيجة ليست في صالح الوفاق لحد الآن ما دام أن الفريق يلعب على المركز الثالث في البطولة الوطنية للقسم الوطني الأول. وحديث مع عباس مساعد المدرب وجانب من الجمهور الذي يتابع هذا اللقاء فوق ملعب مصطفى شكر بالبوليدة.
كرة لجالو زواني رجع للخلف درالي درالي لصمدي محمد لعشاشة عشاشة جلال ربما فرع فارس فلاحي وخطأ قريب الحكم من اللقطة هو احتجاج في غير محله من جلول مادام انه ارتكب الخطأ من العبة بسرعة وضيعة لمعوش ثم بن دياب التغطية من بن حليمة بلهمل بلهمل فلاحي فارس ورزقي عمروش كرة سهلة للحارس صمادي الشوط الأول كانت تميز بالاندفاع بن حليمة الكرة موقوفة لزواني بلال طلب الكرة زميت مقطوعة من محمد البعباسي ثم زميت ينطلق زميت تغطية دفاعية من ميخالفي وعودة قوية لجنيفي أيضا جنيفي زبير الكرة خارج الملعب تأمين المنطقة وإبعاد الكرة دان أنجليسكو مدرب اتحاد البوليدة راضي بهذه الإشارة على دفاع اتحاد البوليدة بلهم ثم على الشاشة باداش باداش واحدة اثنين الكرة في العمق وإلى الحارس كانت كرة خلفية لمهداوي وليس أمامية مقطوعة من باداش محمد يرجع بسرعة باداش خلف يقول الحكم السيد جاب الله تواتي 34 سنة حكم دولي منذ سنة 2000 وهذه اللقطة الكرة مباشرة للحارس كدابي سهلة سوء تفاهم بين باداش ومهداوي وكرة ومخالفة لصالح اتحاد البوليدة احترام المسافة القانونية يقول الحكم السيد تواتي مهداوي راح يلعب كرة عالية مرفوعة الدفاع جنيفي زبير يخرجها معوش مهداوي يرجع لمعوش معوش البحث عن مهداوي في العمق متابعة دفاعية مهداوي تغطية جيدة تغطية جيدة والاستفادة من المخالفة تغيير الآن في تشكيلة وفاق سطيف خروج عباسي محمد رضا رقم 23 ودخول رقم 26 رحيم عز الدين في تشكيلة الوفاق تغيير ثاني بالنسبة للوفاق بعد دخول بكرار في مكان عمران رشيد و دخول رحيم عز الدين في مكان عباسي محمد رضا كرة طويلة لأول كرة مع رحيم لزواني بلال بالعقب مقطوعة من عشاشة عشاشة لبلهام ثم بن دياب لجنيفي بعد عن اسعد بورحلي حكم يقول ولا شيء ما فيش مخالفة يقول الحكم اسعد بورحلي كانت اللقطة قريبة من الحكم المساعد السيد قراي مزاري عصورة الحكم الثالث الحكم الثالث هو السيد كور فاكير بن عود الرابع السيد زبيري من رابطة مستغانة صامدي الكرة طويلة البحث عن زواني بلال كنيفي في التغطية بالخطأ لزواني أمام زميت زبير ومعوش معوش بسرعة لزواني طلق بن حليمة كرة هائلة من في بعيد تسلل يقول الحكم المساعد مقطوعة الكرة من باداش خطير باداش عندما ينطلق باداش الكرة مازال ما خرجت الكرة الحكم يقول خرجت الكرة كانت لقطة سريعة من باداش محمد في محاولة لمراوغة الدفاع والتلاعب بدفاع اتحاد البوليدة لكن الكرة خرجت هنا تمكن من استرجاع الكرة انطلق مرة أولى وثانية لكن
راح بعيدا وخرجت الكرة. عششة مضايقة من سمير جلول. بلال زواني امام بن دياب تفوق في محاولة للعب الكرة لها بن حليمة وخطأ. بداش هو اللي كان وراء هذه اللقطة. وبن دياب اندر بطاقة صفراء اخرى لبن دياب امام محمد بداش الخطير عندما ينطلق تدخل من الخلف من العيد بالهام. الصورة رقم 6 العيد بالهام خلفاء لاتحاد البليدة. راح يحدث تغيير اخر في اتحاد البليدة بعد لحظات وتقديم الاسعافات لمحمد باداش. استيقظ الجمهور هنا فوق مدرجات ملعب مصطفى شاكر مطالبة ببذل مجهود اخر مجهود اكثر سيتواتي جبلها خلفة كرة ثابتة أمام الكرة رالي زواني وجلول صاحب التسديدات القوية. جلول سمير وزميت أيضا أمام أربعة لاعبين ملعوبة قصيرة من جلول تضرب بالدفاع بالشاشة ملعوبة من هناك لمهداوي ما فيش وضعية تسلل. مهداوي محمد داخل منطقة العمليات محاولة لرفع الكرة فوق إطار مرمى الحارس من مهداوي محمد. من مواليد 79 بالقليعة لعب لنجم القليعة وداد فريق اتحاد البليدة. قديفي زبير طويلة الكرة أمامية البحث عن بكرار عز الدين رحيم ترجع الكرة لعز الدين رحيم حاولت الدخول والتوغل مع بكرار هذه المرة الكرة خلفية تفوق لطال يبعدها لزواني ومقنيفي وزواني وصراع باداش عودة من بن الهامل من خلفي كرة في العمق للدفاع رزقي عمروش صالح الحارس كبابي الى خارج الملعب وتغيير اخر في تشكيلة اتحاد البليدة رقم 15 شعون الصغير محمد عون الصغير محمد في مكان مهداوي محمد. نذكر ان عون الصغير محمد من مواليد 1983 تكون في الفريق هو ابن فريق اتحاد البليدة واحد من اللاعبين الواعدين في تشكيلة البليدة. خروج مهداوي طبعا تحت تصفيقات الجمهور وعون الصغير العائد من إصابة كان تعرض إلى إصابة وأجرى عملية جراحية وابتعد لأسابيع وشهور ثم عاد إلى فريقه اتحاد البليدة. كرة لطال أحمد ثم بداش انطلاقة من بداش في مخالفة فعلا فيه مخالفة لوفاق سطيف. طال أحمد على الشاشة جلال بالهام المقطوعة من زميت البحث عن زواني ثم زميت مرة أخرى المس كرة عديدة زميت ثم عودة على الشاشة وصراع أمام زواني صراع بين أصحاب رقم 7 التفوق لجلال على الشاشة ثم بكرار أسعد بورحلي تغطية جيدة من جلول وخطأ جراس ثنائية بين أسعد وجلول برالي أيضا وبكرار. في هذه الكرة الفوز كان لدفاع اتحاد البليدة برالي طويلة من درالي لابن حليمة الدفاع خلفي خرجها
مخالفة لوفاق سطيف. باسن يطلب تقدم عناصر وفاق سطيف إلى وسط الميدان والضغط على اتحاد البوليدة. لصالح حسن مرحلي الكرة ثم ترالي باوش نيفي مباشرة إلى الحارس وفيه وضعية التسلل دخول الحكم المساعد. مروش رزقي على الصورة تصحيح الوضعية الدفاعية لعناصره والاستفاد من هذه الوضعية وضعية التسلل. مروش من مواليد 1970 طويلة وباداش بالرأس الحليمة داخل ضربة الجزاء متابعة وإلى ركنية لصالح اتحاد البوليدة. عودة فلاحي لتأمين المنطقة ومساعدة دفاعه. لاحي فارس الذي يمتاز بالقوة البدنية. بعوش في تنفيذ الركنية لاتحاد البوليدة. ملعوبة وكبابي بقبضة اليدين يخرجها. ثم عز الدين رحيم عز رزقي عمروش في التغطية. بن حليمة بالدياب بن حليمة أمامه لاعبين الآن. بن حليمة فوز لبن دياب بلحظات فقط لزميت. عودة لفارس فلاحي وعشاشة وعشاشة رحيم رحيم ضيع له الكرة لكن يستفيد من خطأ تدخل من لاعبين من زميت ومعوش في هذه الكرة من عز الدين رحيم. بالهامل تدخل الوفاق عودة من محمد وعون صغير الدفاع في المرة الأولى والثانية من عون صغير محمد. الكرة خرجت تماس رؤية زال يعاني زميت زبير في وسط الميدان. طبعا الحكم يطلب دخول طبيب الفريق المدلك حتى يقدم الإسعافات والعلاج لزميت زبير. اللاعب وسط الميدان النشط جدا يلمس العديد من الكرات في كل مرة لجانب مساعدة في الدفاع والقيام بالهجومات وفي وسط الميدان جانب من جمهور. يسعد مرحلي متابعة من قلول ثم سرع الكرة مع بالهامل وخطأ لصالح بداش وليسقي عمروش القائد. بداش محمد بداش متابعة من بالهامل احتفال بالكرة من بداش ثم عون صغير طال أحمد الكرة بالخطأ إلى تماس تلقى من مكرار من هناك يسترجع هذه الكرة أمام رزقي عمروش ويستفيد من رمي التماس الضغط على حامل الكرة. ها هي التعليمات والنصائح من خلف عبد الكريم وكذلك مدرب المساعد عباسن. ملعوبة بسرعة المخالفة لعون صغير عون صغير البحث عن باداش سريع على الجهة اليمنى. باداش باداش ملعوبة واحدة اثنين مع عون صغير الكرة والدفاع في المرة الأولى والثانية. بلهمل محفوظي كرة طويلة أمامية فيه تدخل من الخلف من عون الصغير محمد وبطاقة صفراء.
تدخل قوي من خلف يعاني. النتيجة دائما بعد مرور 75 دقيقة أو 76 دقيقة النتيجة هدفين مقابل هدف واحد لصالح اتحاد البوليدة أمام الفريق الضيف وفاق سطيف. سجل درالي في الدقيقة 22 بعد تنفيذ ضربة جزاء، عدل النتيجة فلاح فارس في الدقيقة 26 للوفاق، ثم أضاف وضعف النتيجة معوش في الدقيقة 41 لصالح اتحاد البوليدة. طويلة الكرة أمامية، البحث عن إسعد مرحلي وفي اللاعب فارس تفوق لرزقي عمروش من رأس الكرة إلى تماس، وصلش بالكرة بادش. ماوش ثم زواني، واني بلا المتابعة من الشاشة، الكرة للدفاع الوفاق لجنيفي زوبير في غياب بندريس، ثم ماوش يخرج الكرة مسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية وتغيير آخر لتشكيلة الوفاق، دخول رقم 14 خالد إسماعيل في مكان رقم 30 بن دياب. يعني بن دياب ترقيه لإصابة. بكرار، بكرار الكرة ليو برأسية وبين أحضان الحارس، هايلة الكرة من عز الدين رحيم بالرأس، صمادي محمد في المكان المناسب لالتقاط الكرة، كان توزيعة من بكرار هايلة. كنيفي تغطية دفاعية، فيه مسك يقول الحكم هي الإعادة بالعرض البطيء، انفلت من الرقابة عز الدين رحيم في هذه الكرة العرضية. كنيفي زوبير طويلة، رزقي عمروش يرجع بالرأس، فالة في فالة فارس فلاحي، صراع مع الشاشة يبيع الكرة، صراع كبير، التفوق لعز الدين رحيم، ينطلق عز الدين رحيم ثم خطأ وبطاقة حمراء، يقول الحكم السيد تواتي جاب الله طرد في هذه اللحظة، كان قريب من اللقطة، ربما كان هناك تدخل قوي من الخلف. درالي من فلاحي فارس، صراع كبير على الكرة، وفلاحي فارس وبطاقة حمراء، يصبح اتحاد أو وفاق سطيف يلعب بعشرة لاعبين، القائد فارس فلاحي يغادر أرضية الميدان في الدقيقة 80 بعد تلقيه لبطاقة حمراء وتغيير آخر في تشكيل اتحاد البوليدة. فلاحي فارس إلى غرف تبديل الملابس، بطاقة حمراء كان عدل النتيجة لصالح الوفاق في الدقيقة 26. كنيفي الكرة إلى خارج الملعب، في عشرة لاعبين تتعقد الآن أمور ومهمة الوفاق الصيفي المنهزم بهدفين مقابل هدف واحد. فارس فلاحي بعد تدخل على درالي استعمل خشونة، معوش كمان في رمي التماس طويلة، زواني بلال بالهامل، ثم الشاشة تدخل من خلف قوي لنعوش، مخالفة تعليم
تسديدات متواصلة من عبد الكريم خلفة لمحفوظي. وكرة أخرى لجريفي والوفاق، تدخل قوي من معوش، الرأس يخرجها بداش، ترجع لبلهامل ثم يسعد بورحلي، التغطية من قالول، ترى كبير داخل منطقة العمليات، معوش بعيدة، زمي تنطلق من هناك، عون صغير، انطلاقة الاتحاد البوليدة، عون صغير قدم كرة هاي لزمي، والهدف الثالث، الهدف الثالث لزميت والاتحاد البوليدة في الدقيقة 82 من الشوط أو من المباراة، بعد هجمة مرتدة ومعاكسة الاتحاد البوليدة، الوفاق اللي يلعب بعشرة لاعبين بعد طرد فلاحي فارس، دفع الثمن غاليا بعد دقيقة من ذلك. زميت زبير سجل الهدف الثالث، وقبلة من أنجيليسكو على رأس أو جبهة زميت، وجه لوجه انفراد بالحارس كبابي، والهدف الثالث ذات مقابل واحد. والكرة مرة أخرى ويلا، ضربة من قصية أخرى، الكرة حماس الدين و يسعد رحلي، مركزة كبيرة، ها هي اللقطة المعادة بالعرض البطيء من عون الصغير لزميت، وجها لوجه مع الحارس كبابي، قدم له كرة عون الصغير في اللحظة المناسبة قبل الدخول في وضعية التسلل. فيش وضعية تسلل يقول الحكم، الهدف الثالث فيه نافي وضعية تسلل يقول الحكم المساعد. فارايا تغيرت النتيجة مرة أخرى، 3-1 لاتحاد بوليدة، 4 أهداف في هذه المباراة بين الفريقين، مباراة ذهاب انتهت ب3-0 للوفاق. سوبير زميت ثم عون الصغير، دخول في الشوط الثاني منح حيوية لهجوم اتحاد البوليدة، ناشط على الجهة اليمنى عون الصغير، لاعب عائد إلى فريقه ربيح رقم 22 يستعد للدخول. شاهدوا الإعادة مرة أخرى في شباك الحارس كبابي، خروج من؟ خروج زواني بلال، رقم 7 تحت تصفيقات الجمهور وأنصار اتحاد البوليدة، ودخول ربيح. عون صغير مرة أخرى، انطلاقة لبداش أو لبن حليمة، تبع من بن هامل، يتفوق، الكرة إلى ركنية، اقتل المباراة اتحاد البوليدة بتسجيله للهدف الثالث، خاصة وأن الوفاق يلعب بعشرة لاعبين بعد طرد فلاحي فارس وفي غياب عناصر أساسية خاصة في دفاع الوفاق، سالي عادل وبندريس. كرة لزميت سجل الهدف الثالث، ملعوبة ايلا، وكبابي خروج موفق يبعد الكرة، رجع لي طال احمد وبين احضان الحارس، كبابي لرحيم عز الدين في خطأ من قلول، صلاح الشاشة، دقيقة 85 نتيجة 3-1 اتحاد بوليدة الفريق المحلي، رحيم عز الدين ابن الهامل يغير لجنيفي، جنيفي يوزع الكرة لرحيم عز الدين وطال ثم عون صغير، وانطلاقة هائلة الكرة، انطلاقة لي روان بن حليمة، وخروج الحارس كبابي، يبعد الكرة إلى تماس، خروج في الوقت المناسب كبابي في وضعية مدافع أمام
رقم 11 بن حليمة، مروان بن حليمة اللاعب السابق لمشرية واتحاد حراش وشبيب تيارت. رزقي عمروش يغير الاتجاه من هناك لعون صغير، كرة ما خرجتش، وصل بالكرة عون صغير مامو قالول. صراع مع عز الدين رحيم، تفوق لعز الدين رحيم وتلقى يوفاق سطيف سوء تفاهم مع اسعد بورحلي الذي اصبح قائدا بعد طرد فلاحي فارس لاستعماله الخشونة. اسعد بورحلي المتابعة من زميت، خطأ من زميت وبطاقة صفراء طبعا. بطاقة صفراء لزميت زبير، سجل الهدف الثالث او مسجل الهدف الثالث لاتحاد البليده بعد ما رمى الكره. ما دام ان الحكم صفر المخالفه لا داعي لرمي الكره. كره ثابته ومخالفه ليوفاق سطيف امام الكره جنيفي وكذلك خالد اسماعيل اللاعب البديل. ثلاث مدافعين امام الكره تكوين الجدار الدفاعي. خالد تضرب بعون صغير، ترجع لجنيفي، جنيفي البحث عن اسعد بورحلي للتفوق او الفوز بالكره لي رزقي عمروش. ما فيش خطا ثم بن دياب، الكره لاسعد بورحلي لبكرار لا لاسعد بورحلي نعم معوش معوش روان روان يحتفظ بالكره ثم ربيح روان قداش قداش زميت تبادل كروي غير الاتجاه من هناك لعون صغير طبعا دائما فيه لاعب بدون مراقبة ما دام أن النقص العددي ومن جانب اتحاد البليدة تفوق العددي لاتحاد البليدة أقول والنقص العددي للوفاق ومخالفة بعد تدخل من بالهامل على زميت زبير رقم 6 ومسجل الهدف الثالث. بعد هذه المحاولة واضحة من بالهامل ده مباشرة عرقلة اللاعب زميت مخالفة امام الكرة معوش ورزقي عمروش. رزقي عمروش الى اول حارس يخرجها كبابي ببراعة يخرج الكرة الى ركنية كانت ملعوبة بطريقة فنية جميلة. شاهد الاعادة وكبابي كل قوة يصد الكرة تخرج ركنية في التنفيذ معوش معوش كمال لعوبة دفاع كنيفي ثم زميت يراوغ زميت حاولة الدخول الهامل يتفوق وكذلك على الشاشة بالهامل ضيع الكرة أمام عون صغير هاي لا جسمانية أو مراوغة جسمانية من روان بن حليمة لبداش. خالد كان بالمرصاد روان بن حليمة سقط على الأرض لتلقي الإسعافات. الجمهور بدأ يغادر مدرجات ملعب مصطفى شكار. أربع دقائق يقول الحكم المساعد أو الحكم الرابع كوقت بدل ضائع لهذا اللقاء. نحن نلعب الآن الوقت بدل الضائع بلحظات لأن الوقت الرسمي للمباراة انتهى والنتيجة 3-1 اتحاد بوليدا. الشاشة طويلة الكرة بإسعد بورحلي تلقى من بكرار ينطلق بكرار متابعة من فال رجع للخلف ثم عودة موفقة لجلول
خرج الكرة تماس. خالد بلهم لجنيفي زبير. جنيفي في العمق لمحفوظي وخروج موفق لصمدي. الحكم المساعد يقول بوضعية تسلل من محفوظي المدافع اللي صعد وطلب الكرة. معوش ربيح ثم بداش يرجع لرزقي عمروش. معوش معوش صراع مع عز الدين رحيم. معوش كل قوة لسميت. سميت يغير من هناك لأحمد وطال. زميت بداش داش لزميت. ميت يغير مباشرة الاتجاه لمعوش بدون مراقبة وأحسن ما فعل الجهة اليسرى هذه المرة. البحث عن بداش والدفاع بالهمل عز الدين رحيم. عز الدين رحيم يسعد مراحلي قالول. كانت باتجاه قالول لعون صغير. بداش يلعب بأكثر راحة الآن اتحاد بوليدا. عون صغير لبداش. بداش إلى المراوغة ومتابعة بتسديدة من بداش والحارس كبابي. مراوغة هايلة ومتابعة بالتسديد وبين أحضان أو بين أيدي الحارس كبابي في لقطة جميلة من بداش محمد. الآن أصبح بداش يستعرض. هاي اللقطة معادة بالعرض البطيء من عون صغير بداش ثم هذه المراوغة للمتابعة بالتسديد باليمنى كبابي. حارس ضيع الكرة في وسط الميدان من جانب الوفاق. سوء تفاهم بن حليمة وزميت ثم الشاشة مع إسعد مرحلي. الشاشة الدفاع كرة وتسديدة ضعيفة وتمريرة ضعيفة لرزقي عمروش في وضعية تسلل واضحة. كان من أحسن أن يمر في المرة الأولى ليس في المرة الثانية لأنه في المرة الثانية بداش موجود في وضعية تسلل. إذن في هذه الأثناء بالذات الحكم السيد جاب الله تواتي يعلن عن نهاية هذه المباراة لحساب الجولة 28 لبطولة القسم الوطني الأول بين اتحاد البوليدا الفريق المحلي ووفاق سطيف الفريق الضيف بفوز اتحاد البوليدا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. الهدف الأول سجل في الدقيقة 22 بعد تنفيذ ضربة جزاء بواسطة درالي عدل النتيجة. فالح فرز أو فال فارس فلاحي في الدقيقة 26 بهذه اللقطة كما نشاهد في العرض البطيء بين أرجل درالي مسجل هدف لصالح اتحاد البوليدا. ثم كمال معوش أضاف الهدف الثاني بتسديدة قوية في مكان مناسب للتسديد ولكن الكرة انحرفت بعدما ضربت بالمدافع بجنيفي اللاعب وسط الميدان الذي أصبح مدافعا في هذه المباراة بالضرورة. ثم هدفا ثالثا في الدقيقة 82 بواسطة تميت بعد لقطة ثنائية جميلة مع زميله عون الصغير. إذن ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في هذه المباراة. شكرا لكم سيداتي وسادتي على حسن الاهتمام والمتابعة. مشكورة الفرقة التقنية تي في سي 9 المخرج سامي كشرود.